متابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا من الدار البيضاء المحامي وأستاذ القانون محمود حسن. أهلا بك معنا أستاذ الكريم. يعني منظمات حقوقية عدة تنتقد إحكام الرئيس قيس سعيد قبضته على السلطة القضائية وتماديه في تطويع القضاء لاستهداف معارضيه وترهيب مخالفيه. برأيك إلى أين تتجه المعركة بين الرئيس سعيد والقضاة في تونس؟ شكرا وشكرا على الدعوة. أهلا بك. في رأيي أعتقد آمل جدا أن لا تكون هذه الوضعية تقود إلى معركة مثل ما تفضلتم بالقول، بل دعني نتفهم أسباب هذا الجدل المتواصل، وهو جدل واحتجاجات مشروعة حتى تتضح صورة أكثر لكيفية الخروج من هذه الأزمة. ففي رأيي الأزمة في تونس تعود إلى طبيعة المنظومة التشريعية والهيكلية التي تنظم القضاء الآن. فعلى الصعيد إذن الهيكلي المعمول به حاليا منذ 25 جويلية، القضاء يخضع إلى مجلس أعلى للقضاء أصبح معين، وهذا التعيين ربما وقع يشكل في حد ذاته تراجع على مكاسب كانت تم تحقيقها لجعل القضاء يخضع لمجلس أعلى منتخب ويتكون من قضاة، منهم من هو بصفته تلك ومنهم من هو ينتخب لتمثيل زملائه. فالتكوين والتشكيل الانتخابي للمجلس الأعلى للقضاء هو في حد ذاته ضمانة. وفي الاتجاه المقابل لما يصبح القضاء يسير ويراقب من طرف هيكل معين بطبيعة الحال هنا في مساس باستقلالية القضاء، وعلى الأقل تصبح هذه الاستقلالية التي يضمنها الدستور، ولكنها تصبح على يقع التقليص منها على الصعيد العملي والفاعلي. يزيد من هذا إذن هنا يتطلب إصلاح هذه المنظومة التشريعية في هذا النسق، والعودة في تقديري إلى التوجه الانتخابي. زد على هذا أيضا فهذا المجلس الأعلى الآن طبعا يرأسه رئيس الدولة، وهذا ليس في حد ذاته هو المساس، بل أن تركيبته الحالية تجعل من وزير العدل في تونس هو الذي يرأس النيابة العامة، وبالتالي هذا في حد ذاته طريق يقود أيضا إلى التأثير عن طريق سلطة الإشراف على القضاء، وهي منظومة أصبحت متجاوزة في العديد من البلدان التي تكرس قواعد المحاكمة العادلة الحقيقية بما هو متعارف عليه كونيا. نعم أستاذ محمود، في هذا السياق يعني كيف تنسف هذه التدخلات لسعيد في السلطة القضائية بالممارسة الديمقراطية، ونعلم أن القضاء يعتبر مرفقا أساسيا في البناء الديمقراطي؟ بطبيعة الحال القضاء المستقل والموضوعي والذي يطبق القواعد المحاكمة العادلة في منأى عن أي تأثيرات أو أي كيفما كان نوعها من أي كان هو من المقومات الأساسية للمجتمع الديمقراطي، وهو الذي كذلك يشكل الحماية الحقيقية لحقوق الإنسان من حقوق فردية وجماعية وحريات، وهو أيضا الدعامة الأساسية للتنمية، وهو أيضا الضمان الأساسي لكي يكون المتقاضي يطمئن لقضائه. وكل هذه هي المبادئ المنشودة الآن في تونس، وبالتالي هنالك اعتقاد يسود كل المتتبعين بأن الوضعية الحالية مثل ما قلت منذ حين تشريعيا وهيكليا إذن لا تفي بهذه الحاجة، وإذن حتى محاربة الفساد وهو ينشده الجميع
كذلك وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي يحميها القضاء أيضا ويمكنه أن يحمي حتى الحقوق الاقتصادية أيضا لما يكون القضاء بإمكانه أن يمارس وظيفته بكل ما بكل تجرد بكل موضوعية بعيدا عن أي مؤثرات خارجة على السلطة القضائية. هذا هو المنشود. إذن هذا هو المنشود، ولكن هذه النقطة أستاذ محمود حسن لو سمحت يعني بشكل إصلاحي في المنظومة، ما التداعيات التي يمكن لتحقيق هذه الغايات وتحقيق هذه الأهداف؟ نعم، ما التداعيات التي يمكن أن تتركها الأزمة الحالية بين الرئيس ومؤسسة القضاء على مسار العدالة وعلى الأزمة الدستورية الأوسع في تونس برأيك؟ نعم، بالنسبة للأزمة الدستورية، نعم هذا الموضوع هو جزء من المشكلة، جزء نعم. من المشكلة. لماذا؟ لأن الجزء الآخر هو حله بتأسيس المحكمة الدستورية والتي لم تتأسس لحد الآن، لا في العشرية الماضية ولا لحد الآن. والحال أن من مقومات الديمقراطية الحقيقية أيضا وهي ضرورة تشكيل المحكمة الدستورية، ولأن هي الضامن الحقيقي لضمان احترام الدستور. وهذا من جهة. من جهة أخرى، بالنسبة للسلطة القضائية إذن، فبالتالي لابد هنا من أن يكون المسؤولية مشتركة. في نظري المسؤولية من جهة لابد من الطرف السياسي أن يتحمل كذلك مسؤوليته للإقرار بأن القضاء هو سلطة وليس فقط وظيفة. إذن هذا من جهة. وكذلك إعادة النظر في المنظومة الحالية بما يجنب القضاء الإشراف المباشر والوصاية المباشرة من السلطة التنفيذية على الحقل القضائي. طيب، ما البدائل أستاذ محمود في هذا الصدد؟ نعم، ما البدائل المتاحة أمام القضاة والمحامين والحقوقيين للدفاع عن استقلالية القضاء إذا تمادى قيس السعيد في تعنته وزاد من إحكام قبضته على القضاء في البلاد، هذا المرفق الحيوي الذي يعد بانيا للمسار الديمقراطي؟ في رأيي كل هذه الوسائل المتاحة المشروعة والتي يقرها القانون والوسائل هي عديدة. فهنالك المنظمات الحقوقية التي متواجدة في الساحة والتي من فقط تتحرك وتواصل جهودها في كان في المشروعية، وهنا الملتقى الذي تفضلتم بالإشارة إليه خير دليل على هذا. العديد من الملتقيات الأخرى كذلك التي تعيشها مختلف المؤسسات الجامعية في تونس أيضا، والتي بمختبراتها بملتقياتها التي اهتمامها متواصل بضرورة تكريس وضمان السلطة القضائية. هنالك أيضا الجمعيات القضاة أيضا الذين عملهم متواصل، وهذا الشأن لا يعني القضاة فقط، يعني كذلك المحامون ويعني باقي كذلك مساعدي القضاء الذين والعديد من الفاعلين طبعا الحقوقيين والسياسيين. المسؤولية مشتركة وجماعية، وفي رأيي تتطلب جهودا مستمرة. وأختم أيضا بمسألة أخرى، فهذا أيضا يتطلب جهودا من طرف السادة القضاة كذلك للعمل. واضح، لأن استقلالية القضاء أقول هي لا تمنح، هي تكتسب عن جدارة، وهذه الجدارة تكون أيضا بالبرهنة على أيضا سرعة الفصل وأيضا تحسين جودة الأحكام والعمل القضائي. نعم. شكرا لك، شكرا لك أستاذ محمود حسن على كل هذه الإضاءات والتوضيحات، أدركنا الوقت. شكرا لكم، كنتم معنا مباشرة من الرباط، أنتم أستاذ القانون بجامعة تونس.